سناب الشرقية مع سعد الدوسري. وصلنا ورشة سبارك متخصصين في تويوتا والإكزز. بمناسبة الافتتاح مسوين عرض فحص مجانا لسيارات تويوتا والإكزز. يعني تعرف حص سيارتك يعطونك برنت وش فيها بالضبط، ما انت على راحتك كيف تصلح عندهم تصلح عند غيرهم، لكن المعلومية. هذا المهندس سمقيش. مهندس كيف حالك؟ كويس. هذا خبرة 20 سنة في الوكالة، صاحب الورشة خبرة 10 سنوات في الوكالة، بالإضافة إلى أن الورشة سبارك فرع من الورشة الفني اللي في الدمام من عام 2013 موجودة الورشة، هذه فرع لهم لكن اسمها سبارك. عندهم استراحة هنا للرجال، عندهم استراحة بعد للسيدات. كيف سيارة؟ مية مية؟ ايش فيه كفر؟ كفر هو ناقص. بس هو ناقص؟ بس هو. الحمد لله. نشوف مكان السيدات. واحدة تجيب سيارتها هنا وتتكي تستريح فيها الكنب مكيف بارد ما شاء الله لين تخلص سيارتها. ناقص بس يجيبون قهوة وعصيرات للزبائن. طيب متوفر هنا في ورشة سبارك قطع غيار أصلية، والفنيين كلهم مدربين على سيارات تويوتا والإكزز. الورشة كبيرة ما شاء الله، المنطقة اللي هم فيها منطقة الجديدة من الصناعية. عندهم بعد خدمات الميكانيكا والكهرباء، عندهم الكمبيوتر والبرمجة، تركيب وزن رادار، وخدمات فحص وإصلاح نظام النقطة العمياء والرؤية الليلية وتحديد المسار، صيانات دورية نفس نظام وجدول الوكالة، عندهم تبديل زيوت وفلاتر. هنا استراحة الرجال ضيوف ورشة سبارك سواء رجال ونساء. هنا رجال في ثلاجة، في تقدر تسوون شاهي، في تكون دورة مياه، كنب جديد، الورشة جديدة، وهي فرع لورشة الفني اللي في الدمام اللي من 2013 موجودة. أوكي يا مدير، كم الوقت يعني؟ نص ساعة، ساعة؟ تقريبا ربع ساعة نص ساعة. ربع ساعة نص ساعة. طيب هو الحين يفحص كمبيوتر، يعني ربع ساعة نص ساعة يفحص الكمبيوتر يعطيكم البرنت إيش فيها السيارة بالضبط. يقولك هاي تكلف كذا، هاي تحتاج كذا، وانت وراحتك. فاللي بيبحث شيء سيارته يطمئن قلبه يمر عليها موقعهم في جوجل، يكتب ورشة سبارك الثقبة يجيبكم موقع بكل سهولة. على فكرة موقع ورشة سبارك في الصناعية الجديدة في الثقبة، يعني مش الصناعية القديمة، الشوارع واسعة. شوف مقابل هونداي ما يضيع المجدوعي، جوجل يجيبكم هنا على طول. على فكرة يفتحون من يوم السبت إلى الأربعاء، يفتحون من 8 الصباح إلى 5 العصر، يوم خميس من 8 الصباح إلى 1 الظهر.